سوق الألعاب بيتغير، فالأعداء في الماضي أصبحوا حلفاء في الحاضر، وكله لأجل الأرباح ولأجل المنافسة في الخدمات السحابية. فالتعاون أمر مطلوب، ودي مش أول مرة يكون في تعاون بين الشركات، فحتى شركة الهواتف سامسونج كان بالفعل بيتعاونوا مع آيفون، لذلك التعاون ده مفيد لكل الأطراف. من الواضح ان جوجل ستيديا مسببة الخوف وتهديد لمايكرو او سوني، فمعنى ان الشركات تتعاون مع بعض لتطوير خدمة سحابية، فده معناه ان جوجل هيكون منافس سحابي قوي. فالشركتين اتحدوا مع بعض لاجل هدف واحد، الا وهو استمرارية مصالحهم من غير ما شركة جديدة تدخل سوق صناعة الالعاب وتسحب كل حاجة، وكله لاجل المنفعة، ومفيش اي تعاون بيتعمل الا لو فيه فلوس وصفقات. سوني ومايكرو وحتى نينتندو لو تعاونوا مع بعض فده هيكون لاجل الربح. فممكن مايكرو يكونوا دلوقتي مش مهتمين بمنافسة سوني او منافسة حصريات البي اس، لكن مهتمين بمنافسة جوجل ومنافسة قوة الخدمات السحابية. فمايكرو مستعدين يتعاونوا مع سوني وكذلك العكس لأجل القضاء على جوجل وعلى وباء السحابة من الانتشار. جوجل بتطمح لاستهداف 200 مليار لاعب، وده شيء صعب ومستحيل يعمله الأجهزة المنزلية، لذلك السحابة هي اللي هتعمله. وسوني ببساطة مش لاقيين سيرفرات تنافسية، راحوا اشتروا من المنافس نفسه علشان يضمنوا على الأقل نفس الجودة، مع ان امازون عرضوا نفس الصفقة على سوني، لكن من الواضح ان صفقة مايكرو كانت متناسبة اكتر لسوني. الخبر باختصار شديد هو ان مايكرو عملت سيرفرات اللي اسمها ازور، ودي تكنولوجيا سحابية، وده هيكون مفيد للعب السحابي، وده بالظبط نفس اللي جوجل اعلنوا عنه في خدمة ستيديا. فواضح ان صناعة الالعاب متجهة اكتر للخدمات السحابية، لكن مايكرو عايزين يبيعوا الخدمة لشركات تانية، وسوني يعتبروا زبون عند مايكرو، لان سوني برضو عايزين يدخلوا في موضوع اللعب السحابي، لكن ما عندهمش سيرفرات قوية، وما جربوش انهم يطوروا من سيرفراتهم زي جوجل ومايكرو وامازون. طيب سوني مش عايزين يبقوا زبون عند مايكرو، وعايزين يكون في منفعة، مش علاقة بين زبون ومشتري، بل علاقة تبادل خبرات. ومع العلم التعاون ده كسوني ومايكروسوفت مش كبلاي ستيشن واكس بوكس. فالمهم ايه هي افضل حاجة بتعملها كسوني عموما؟ سوني كويسة في تكنولوجيا الاجهزة، وبالتحديد الشاشات واجهزة العرض. عمركم سمعتوا عن شاشات مايكروسوفت او سماعات مايكروسوفت؟ لا طبعا. سوني هتساعد مايكروسوفت بالتقنيات بتاعتهم، ومايكروسوفت فعلا محتاجة ده، خصوصا علشان الجهاز الجديد بتاعهم اللي اسمه هولو لينس. سوني عندها جهاز الفي ار الناجح جدا، فهم هيتشاركوا ويساعدوا بعض في المجال زي ده، ان سوني تدعم مايكرو تقنيا في تكنولوجيا الصورة والعرض بأي مكان، في مقابل الاستفادة بخدمات السحابة علشان يبقى عندهم لعب سحابي. فمايكرو هتستخدم تقنيات العرض الصور بتاعت سوني ودمجها في سيرفرات ازور، اما سوني فهم هيبثوا العابهم من خلال سيرفرات ازور، وهيستفادوا من الذكاء الاصطناعي اللي بيقدمه سيرفرات ازور، فده هيحسن من الذكاء الاصطناعي في الالعاب. فده معناه ان سوني ومايكرو هيبثوا العابهم سحابيا من خلال منصة واحدة. انا شخصيا ما عنديش اي مانع من ده طالما الاجهزة المنزلية هتستمر، لان ده ببساطة منفعة للطرفين، بمعنى هات وخد، مجرد تعاون او مصالح مشتركة بين شركتين كبار. الموضوع عامل زي خبرة تقنية من سوني وسيرفرات قوية من مايكروسوفت، فالتعاون مبني على ان مايكرو عايزين يستفادوا من الخبرة التقنية اللي عند سوني، فسوني هيطوروا من تقنيات سيرفرات ازور وهيبدلوا الخبرات في تقنيات البث، وسوني يستفادوا من مايكرو من سيرفرات ازور القوية جدا. وبالرغم ان التفاصيل مش واضحة حتى الان، لكن ممكن سوني عايزين يطوروا من خدماتهم السحابية مع اطلاق البي اس 5، فلجأوا لسيرفرات ازور الخاصة بمايكروسوفت. فالتعاون ده مجرد تعاون لخدمات بس الالعاب لمنافسة خدمة جوجل، فكل خدمة من سوني ومايكرو هتكون منفصلة عن التانية، يعني خدمة بلاي ستيشن ناو ملك سوني لكن باستخدام سيرفرات مايكروسوفت، ومايكرو بسيرفراتها تستخدم تكنولوجيا سوني.
لكن عموما اتوقع ان التعاون ده مش معناه باننا هنشوف العاب سوني على مايكرو او حتى العكس، لكن هو تبادل مصالح او تبادل خبرات في التقنية. مايكرو عايزين يسبقوا جوجل باي طريقة، وسوني برضو مهتمين بالخدمة السحابية وعايزين يوصلوا الالعاب لاكبر فئة، فجوجل منافس لا يستهان به. جوجل عندهم فرصة كبيرة لنشر وتعميم السحابة، فهم بيملكوا متصفح فايرفوكس وبيملكوا تطبيق اليوتيوب، لذلك فرصتهم في الانتشار اكبر بكتير من اي شركة تانية. حتى امازون من خلال التويتش فهم عندهم فرصة كبيرة للانتشار. وعموما سوني هم المستفيدين من كل الصفقة دي، والاكيد ان سوني هم اللي سعوا علشان يعملوا الصفقة دي، لان مايكروسوفت ممكن تنجو وتتقدم في مجال الصورة بدون سوني، بمعنى ان مايكرو ممكن تنجو من غير مساعدة سوني، لكن سوني من الصعب انهم ينافسوا في السحابة بدون مساعدة مايكرو. والدليل على الكلام ده ان سوني بقالهم 5 سنين بيحاولوا وما نجحوش، فلازم يدخلوا بقوة علشان مستقبل الصناعة. خدمة بي اس ناو تعتبر سيرفراتها سيئة، وفي نفس الوقت سوني لازم يواكبوا التطور للخدمات السحابية، فسوني عايزين يتوسعوا ويقدموا ألعابهم لكل اللاعبين، لكن ده صعب. البنية التحتية للبلاي ستيشن ناو ضعيفة، فسوني تعاونوا مع مايكرو وده لسبب غامض، لأن سوني عندهم أمازون وعندهم جوجل، ليه يختاروا مايكروسوفت؟ فالصفقة نفسها تفاصيلها مش واضحة، لكن ممكن هم شافوا أن صفقة مايكرو مناسبة ليهم أكتر، فسوني مش بيملكوا البنية التحتية أو حتى سيرفرات قوية لعمل خدمة سحابية مستقلة، ولكن من خلال التعاون ده فخدمة البي اس ناو هتكون متوفرة في بلدان أخرى. فكل الاهتمام ده بالسحابة بسبب ضغط جوجل عليهم، فلو الشركات الطرف الثالث دعمت الخدمات السحابية أو دعمت جوجل، وخدمة جوجل فعلا نجحت واللاعبين فعلا أصبحوا مهتمين بالسحابة، ولو الأجهزة المنزلية فشلت أو حتى مبيعاتها قليلة، فساعتها السحابة هيكون بديل ممتاز للسوني أو مايكرو. لذلك سوني بتملك الخبرة لكن بيعانوا من مشاكل تقنية مع البي اس ناو، ومايكرو بتملك قوة السيرفرات، لذلك مايكرو لجأت لسوني والعكس صحيح، لأنهم محتاجين شريك بيملك خبرة قوية في مجال التقنية ومجال قوة السيرفرات. فالتعاون ده شيء ممتاز الحقيقة، فهم بالفعل أعلنوا عن قوة الخدمات السحابية وبالفعل بيملكوا الأجهزة المنزلية الخاصة بكل شركة، فلو واحد فيهم سقط فالتاني موجود. وفي ملحوظة حابب أن أوضحها بخصوص التعاون ده، الصفقة مايكرو وسوني مش معناها أن الأجهزة البي اس 5 أو الإكس بوكس الجديد هيكون سحابي، ده شيء سنوي والأجهزة المنزلية مستمرة. أو حتى في ناس افتكروا أن التعاون ده معناه أن ألعاب الإكس بوكس هتتوفر على البي اس، أو حتى حصريات البي اس تتوفر على الإكس كلاود، ده أعتقد أنه صعب يحصل، فكل جهاز له حصرياته وألعابه واستديوهاته الخاصة، لكن ممكن ألعاب البي اس 5 تتوفر على منصة أخرى في حالة واحدة فقط، لو الأجهزة المنزلية فشلت في أنها تبيع، ساعتها الحصريات هتتوافر على منصات أخرى. وأكيد المنافسة مستمرة بين الشركتين في الألعاب وقوة الهاردوير الأجهزة والحصريات، لكن التعاون ده في مجال خدمات البث، فكل شركة بتملك أجهزتها وحصرياتها وحتى اللاعبين. فالناس فاكرة ان التعاون ده معناه انه مش هيكون فيه تنافس، وده مستحيل، لان المنافسة هي اللي حسنت وضع الشركة. وعموما انا مش مهتم بالسحابة، انا شايف انها مضرة اكتر من نفعها، انا فقط مهتم بان الاجهزة المنزلية تستمر ونشوف نتيجة الاستحواذات الجديدة لمايكرو ونشوف العناوين البي اس 5، لكن السحابة لو فعلا نجحت في الجيل القادم فساعتها الاجهزة المنزلية هتفشل. عموما هو ده الفيديو، وقولولي تفتكروا التعاون ده ممكن يفيد اللاعبين بايه. بشكركم على المشاهدة، واتمنى انكم تزوروا صفحتي على الفيسبوك facebook.com/nevermindhd. كان معكم احمد السوري، see you next time.